دلوقتي جه ميعادنا مع اخبار الطقس بالتفصيل. وهيئه الارصاد بتتوقع انه النهارده الطقس هيكون مائل للبروده الصبح بدري ولطيف بالنهار على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. الجو هيكون مائل للبروده في اول الليل وبارد في اخره على اغلب الانحاء، وفي النهارده كمان فرص امطار خفيفه على القاهره الكبرى وجنوب الوجه البحري، كمان فرص امطار خفيفه قد تكون متوسطه على شمال الوجه البحري وخليج السويس ومدن القناة، أمطار كمان متوسطة تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية قد تصل لحد السيول على شمال سيناء. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن الجو النهاردة من دكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير على حضرتك دكتور، ويعني بعد التحية خلينا نعرف من حضرتك أخبار الطقس النهاردة إيه؟ صباح الخير على حضرتك استاذه جمانه، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. احنا بالفعل منذ الامس واحنا بنشهد سقوط الامطار، بالامس شهدنا سقوط امطار كان مختلف الشده ما بين الغزير والمتوسط والخفيف على اغلب المناطق اللي موجوده في شمال البلاد حتى القاهره الكبرى وبعض المناطق من شمال الصعيد. اليوم كميات الامطار هتبقى اقل بكتير من اللي احنا شهدناها بالامس، لان المنخفض الجوي اللي بيأثر علينا اتجه باتجاه السواحل الشماليه الشرقيه وشرق جمهوريه مصر العربيه، فسقوط الامطار هيبقى بالشكل الكبير هيكون فقط في سواحلنا الشماليه الشرقيه عند دمياط، بورسعيد، رفح، العريش، المناطق دي معرضه لسقوط امطار متوسطه. وطبعا نتيجه استمراريه سقوط الامطار والطبيعه الجغرافيه الموجوده في شمال سيناء ممكن سقوط الامطار ده يؤدي لتشكل بعض السيول الخفيفه، لكن باقي قطاعات الجمهوريه سقوط الامطار فيها هيكون اقل من اللي شهدناه بالامس، يعني هتكون امطار خفيفه قد تكون متوسطه في بعض المناطق من سواحلنا الشماليه الغربيه زي مطروح والاسكندريه، شمال الوجه البحري زي البحيره وكفر الشيخ والدقهليه. الامطار ايضا هتمتد خفيفه متوسطه لبعض المناطق من مدن القناه وخليج السويس، وقد تصل الامطار الخفيفه لبعض المناطق من محافظات جنوب الوجه البحري وبعض المناطق من القاهره الكبرى، لكن مجمل الامطار الخفيفه غير مؤثر تماما على اعمال الانشطه اليوميه. بالاضافه كمان ان اليوم طبعا هيستمر معانا انخفاض درجات الحراره، خاصه ان في نشاط نسبي للرياح هيحسسنا اكثر بانخفاض درجات الحراره وبروده الطقس. العظمى على القاهره الكبرى اليوم متوقع تكون 20 درجه مئويه خلال فتره النهار، يعني اجواء لطيفه تماما خلال فترات النهار على اغلب المناطق الشماليه حتى القاهره الكبرى وشمال الصعيد، معتدله ودافيه تماما على المناطق الجنوبيه جنوب الصعيد وجنوب سيناء، لكن مع غياب اشعه الشمس ودخول فترات الليل هيحصل انخفاض ملحوظ في درجات الحراره خاصه في ساعات الليل المتاخره والصباح الباكر، هنحس بالبروده اكثر والاجواء البارده على كافه انحاء الجمهوريه. ان شاء الله غدا الثلاثاء هتبدا فرص الامطار تتلاشى من على كافه مناطق الجمهوريه، هتنحصر فقط في سواحلنا الشماليه الشرقيه امطار خفيفه، وهتكون الظاهره الجويه المؤثره بشكل كبير نتيجه طبعا توافر عوامل الرطوبه مع بعد سقوط الامطار، تكون الشبوره المائيه اللي هتظهر في الصباح الباكر والساعات المتاخره من الليل على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وهتستمر معانا الشبوره المائيه لنهايات الاسبوع ان شاء الله. دكتور منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه، بنشكرك جزيل الشكر، بنشكرك طبعا على هذا الشرح المفصل لطقس اليوم. دلوقتي مشاهدينا خلينا نروح نتابع مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده. هنبدا بالقاهره، درجه الحراره العظمى في القاهره هتكون 20 درجه، الصغرى 13 درجه، بالنسبه للعاصمه الاداريه هتكون العظمى 21 درجه، الصغرى 14 درجه، الاسكندريه العظمى هتكون 19 درجه، الصغرى 14 درجه، اما العلمين الجديده فالعظمى هتكون 18 درجه والصغرى 14 درجه، مطروح درجه الحراره العظمى 19 درجه، الصغرى 14 درجه، دمياط العظمى 21 درجة، الصغرى 14 درجة، بورسعيد درجة الحرارة العظمى 20 درجة والصغرى 15 درجة، أما بالنسبة للإسماعيلية فدرجة الحرارة العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة. هنروح للسويس، درجة الحرارة العظمى 20 درجة، الصغرى 14 درجة، العريش 20 14، بالنسبة لسانت كاترين فدرجة الحرارة العظمى 16 درجة والصغرى 4 درجات، أما بالنسبة لطابة فدرجة الحرارة العظمى 17 درجة والصغرى 13 درجة، حلايب درجة الحرارة العظمى 22 درجة والصغرى 18 درجة، شلاتين 25 15، شرم الشيخ العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة، بالنسبة للغردقة العظمى درجة الحرارة 23 درجة والصغرى 14 درجة. هنروح دلوقتي للفيوم، درجة الحرارة العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة،
بني سويف 20-11، الوادي الجديد درجة الحرارة العظمى 23 درجة والصغرى 8 درجات، أما بالنسبة لأسيوط درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 9 درجات. بالنسبة لسوهاج درجة الحرارة العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجات، إنا 22-9، الأقصر درجة الحرارة العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات، وبالنسبة لأسوان فتكون درجة الحرارة العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات. كده نكون يعني دي كده بملخص أو تفاصيل الطقس النهاردة في القاهرة والمحافظات الأخرى.